أما بعد فيا عباد الله، روى هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي وهو حديث حسن. أيها الإخوة في الله، لما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب، يقول: رب لا تقم الساعة، لأن الآتي أشد وأفظع. عباد الله، إن التأمل في أحوال القبور وزيارتها لهو والله من أعظم ما ينتفع به العبد المؤمن، ينتفع به في دنياه وآخرته، وهو زاد لمواجهة فتن الدنيا الكثيرة التي لا بد منها ولا يخلو واحد منا منها. لذا فقد حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. أيها الإخوة في الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن هناك طائفة كبيرة من المسلمين لا يحبون ذكر الموت ولا القبور، لأنهم ليسوا مستعدين للقاء الله أبدا. والواجب على هؤلاء إن كانوا عقلاء ألا يعالجوا الخطأ بخطأ أكبر منه، بل الواجب عليهم أن يبحثوا عن الأسباب التي تخفف حبهم المفرط للدنيا وتعلقهم بها. ولذلك لما شكى بعضهم إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا: يا أبا سعيد، إنا لنصاحب أقواما يخوفوننا حتى تتقطع قلوبنا. قال لهم رحمه الله: لأن تصاحبوا أقواما يخوفونكم حتى تدركوا أمنا خير لكم من أن تصاحبوا أقواما يؤمنونكم حتى تدرككم المخاوف. إن أحوال القبور أحوال عجيبة يحسن بالمرء المسلم أن يعرفها في حياته ليتأهب لها، ويجب على المؤمن أن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر القبر والبرزخ. ومن عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يجوز المخالفة فيها الإيمان بعذاب القبر ونعيمه.